بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مر لباد يا مرصد حاد ولا ليال مسجد كإقرأ وحاود نكسر دوين يا مؤتمر كير دلني رضا نقا من شرني أفراد مؤتمر كمجعي سوحا نبحيني محاسن الإسلام مؤتمر كوحا نكشرنا مالنتي سي سد حاد إيو محاضرة دي سي أفراد محاضرة دا وحا يكاحد ليسا تاريخ دي إمام بخاري وحا إنوكلي دوان إن شاء الله تعالى شيخنا الفاضل شيخ بشير يوسف شيل فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا إن شاء الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محاسن الإسلام ومؤتمر كوي هاي عنوان كيسة محاضرون أيتهاي ترجمة دي تاريخ ذي قيب كم إذا إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه قيب كم إذا أويان، لأن محايري كل إذا وحل سوكو بكري ماهين تاريخ ذي سوحا هي تاريخ حمبارسا علمي آدي أدو بلارا مركا أي كينا يعني بعض العلماء أجزاء أيوة اللي فين قارا أرضي ذي سي إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه قيب كمدة رقم متأخرين تأنا ترجمة ذي سا أي تقريبا مجلد لأن كان لقين وحل كوبي كرماها مرك حاضريا وكنت دقيقة ضد لي رها سعته لقوم كوبي كريو مقعي سوحا لي هذا محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن مغيرة ابن برديزبة البخاري محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن مغيرة ابن برديزبة البخاري أو قيسى مغيرة أي سوء إسلامي انت كهر ضدك وحي أهين مجوس مجوس تدبك عبد أي أهين أو يشي سهره ما يشو كل شيء أيان اللون نسبيي وبخارة ويان بخارنا ما أنت وحي كتر سنتهاي سمرقند طشكين قبل كليرا هذا ويان وقبل لذا ير يركا إكا حروبي ميدو السوفيتي لسكو أورنجري روشكا إكا حروبي ويان هل كاسوها أصل كيس إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه وحول شيء بقوليو لحية سقاشن هجري ذا إسلامك بقولي لح ذني سقاشني لح هجرية الإسلام كبش الشوالة أي ولا شيء بقولي لح ذن بقولي سقاشني لح هجرية الإسلام كواحد لنتي إمام وكيع ابن جراح ابن مليح أبو سفيان وحجر ثمر كتاريخ ذا تراجمت علم ذا مرك اللقاء والرميه السنة ذي ذا قاركود علماء لنتين قار كلانا إلى شين وأدموذي سيدبكا بختيي لأن عالمكو سيدا يعلم ذي إسلام كو تلمامان وثلما وترر ويان يد الله عقلي إسلامك
culimadu waa anbiyaada alla kuwa dhaxlay weeyaan sidoo nabiga inoo sheegay salaatullaahi wasalaamu calayh imaam al-bukhari uu warinayo fi saxiixihi mucallaq isagoo ah abu daawud uu warinayo isagoo marfuuca ila nabiyi salallahu calayhi waalihi wasalam isla imaam al-bukhari fi kitaabi taariikh uu ku warinayo isagoo marfuuca ila nabiyi salallahu calayhi waalihi wasalam inuu nabigu odhanayay alculamaau warathatu lambiyaa culimmadu waa kuwii dhaxlay ambiyada alleh kamana aysan dhaxlin dirham iyo diinaar toona laakiin waxay ka dhaxleen waa cilmi qofka cilmigaa qaatana wuxuu qaatay dheef weyn buu qaatay buu yidhi nebigu salawaatullahi wasalaamu calayh mowdka ambiyada alleh ku imanayay ama geerida ku imanaysay ambiyada alleh waxay ahayd shay fajaca musiiba maa bacdaha musiiba uma ambiyadii waxaa dhaxlay culimmadii wahaakadaa culimmaduna geeridoodii ay tahay shay musiiba ah waa thalma weeyaan iyo dilaac galay islaamkii derbigii islaamka hadday sidaa tahay ilaahay subxaana wa tacaala hadduu caalim min alculamaa oofsaday waxaa dhashay isla sanadkaa caalim min alculamaa boqol iyo sagaashan iyo lix hijiriyada islaamka bishii shawaal ayaa waxaa dhashay imaamu albukhaari raxmat ullaahi tacaala calayhi muxamed ibni ismaaciil ibni ibraahim ibnu mugiira bna bardisba albukhaariy sanadkaana waxaa dhintay imaamu wakiic wakiic bnu jaraax bni maliix abu sufyaan wakiicna waa nin imaam ah muttafaq calayhi ah waa ninku u eed sheegtay baa la yidhaahdaa sida bacd ariwaayaad ay tilmaamayaan wain kaana fiiha shay imaamu shaafici oo uu ku odhanayay shakawtu ilaa wakiicin suua xifdi fa arshadanii ilaa tarki lmacaasi wa qaala ina alcilma nuur wa nuuru llahi laa yuhdaa licaasi wakiic haddii uu dhintay imaamu albukhaari ayaa dhashay raxmat ullahi tacaala calayh bardisba bimacnaa lugata ahli albukhaara waxaa lagu yidhaahdaa qofka zaarica ah reerku waxay ahaayeen reer beeraley ah marka imaam albukhaari qoyska uu ka dhashay waxay ahaayeen reer beeraley ah aabihii islaamnimadiisu way wanaagsanayd awowgii sidaasi leeg aabihii wuxuu ka mid ahaa min talabati alcilm aabihii talabati alcilmigu ka mid ahaa awowgiina sidaasi leeg awowgii wuxuu arday u noqday xamaad ibn abi sulaymaan sheekh imaamu abi xaniifa raxmat ullahi tacaala calayh aabihiina imaam albukhaari wuxuu kaga waramayaa fi taariikh alkabiir oo wuxuu odhanayay samica aabii min maalik bna anas aabahay wuxuu cilmiga ka maqlay maalik bna anas sheekh imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh imaam ahli lmadiina madhabka maalikiyada sheekheedii weeyaan aabahay maalik bna anas buu wax ka maqlay macnaha imaamu shaafici iyo waxaa markaa arday wada ahaa imaamu albukhaari aabihii weeyaan labaduba waxay wax ka maqleen imaam maalik bna anas wuxuu odhanayay wara'a xamaad ibna zayd aabahay wuxuu la kulmay xamaad ibna zayd wa saafaxa bna almubaarak bikiltaa yadayh wuxuu labadiisa gacanba ku salaamay cabdullahi bn mubaarak alimaam azaahid alwarac imaam ahli dunya weeyaan imaam albukhaari raxmat ullahi tacaala calayh aabihi wuxuu ahaa nin waraca xalaal quudad ah tijaaro ka shaqaysta wuu dhintay aabihii isagoo yar waxaa la yidhaahdaa wuxuu ka dhintay labay ahaayeen walaalo ah isagoo muxamed la yidhaahdo iyo axmed oo walaalkii ahaa labadaasuu ka dhintay aabihii imaam albukhaari raxmat ullaahi tacaala calayhi yaraantiisii uu indha beelay sida asxaabu taraajim ay tilmaamayaan axmed ibn alfadl albalakhi ayaa wuxuu odhanayay imaam albukhaari raxmat ullaahi tacaala calayhi isagoo yar ayuu indha beelay hooyadii waxay ahayd qof aada u taqwa badan in badan bay ilmaysay ilaahay xaggii subxaana wa tacaala in badan bay ilaahay bariday subxaana wa tacaala habeenkii dambe baa waxaa la yidhaahdaa waxay ku riyootay nabiyullaahi ibraahim khaliil araxmaan
oo ku oranaya wiilkaaga indhihiisa ilaahay waa u soo celinaya subxaanahu wa ta'aala likathrati bukaa'ik ama likathrati du'aa'ik ducadaada tirada badan ama oohintaada ilaahay xaggiisa aad u ooyneysa tirada badan darteeda ilaahay wiilkaaga indhihii waa u soo celinaya waagii markuu baryana ilaahay subxaanahu wa ta'aala indhihiisa waa u soo celiya maxaa yeelay iyadoo waalid ah ducada waalidku ay mustajaaba tahay haddana qof xalaal quudanaya ah caruurtu waa agoon weeyaan ilaahayna subxaanahu wa tacaala min sunanihi waxaa ku dureersaday caruurta agoonta inuu xifdiyo ilaahay طالما إلهي أوقاتي أبوه إنه إلهي إلهي سبحانه وتعالى إمام البخاري اللي هي بأصل الله بتي سدع عالد وهيد عرورت الدكسي القرآن كان لو جينا يبا دكسي القرآن اللي جي وحي ورانا يوال لو يدي ووحا اللقو يري إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه وحا يدينا يا محمد بن أبي حاتم وأهانين وراقها ويسقه وحو قرج لي يا وحان كو يري يا أبا عبد الله كن يدي سيويا يا أبا عبد الله كيف كان بدء أمرك أمر كاغا بلو جيس السذاب أها إمام البخاري مركز وحي ورن يتوان سنو حفظ القرآن كان ليقو إلهامي ودكس القرآن بان قلي ميقا يسن كاغا أها مركز وحي رتوان سنان جري وحير بان كيرا أما وابن جري بإنتا تقريبا كدبنا محاد عي كدب وان كسو بحي بيري هدي ان كسو بحينا وحنقذ قلي ان ان علم ذي دروس تأخرين يسي ان فرديستو ننو حجري الأورنجر الإمام الداخل رحمة الله تعالى علي درسي قيسة ايان فردية مالين مال مها كميدة اسوغو أخرين ايا درسي قو أخرين ايا وحورن ايا قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم سندك مركو انت يري اي امام البخاري وحو كيري ان ابا زبير لا يروي عن ابراهيم ابا الزبير نك لا يرى هذا عبد الله بن الزبير بقى لا يرى هذا المكي وتلميذ جابر بن عبد الله ورير مكويا لا يروي عن ابراهيم ابراهيم وابراهيم بن يزيد النخعي وركو فويا لا يروي عنه وويل يروي انا تبنجره ninka odayga ahaa ee daakhili ahaa waa gulgulay waa canaantay waxaan ku eeray buu yiri bax oo fiiri usuushaada usuushu macnaha waa kitaabkii asalka ahaa ee kitaabkaaga ahaa bax soo eeg wuxuu yiri wuu baxay oo gurigu galay kitaabkiisii asalka ahaa buu soo eegay isagoo dhalo caddaynayo soo baxay markaasuu wuxuu igu yiri seed ku ogaatay bal iga waran waa sidee haddaba hadduusan ahayn أبو الزبير سفيان عن أبو الزبير عن إبراهيم سيدي ويان مركاسا وحنكو إيري إيري وزبير بن عدي ليس بأبا زبير زبير بن عدي ويان أبا زبير ماها مركاسو قال إنك إنتو إيقا قاتيب يري كتاب كي سي صحي وحون إيقو يري صدقت ورمتا إمام البخاري وحالقو يري كب ابن كم أنت مالنت أسيدا اللي ذا هاي إمي ساجرتي قال 11 سنة كوي تمن سنو باب انجيري مركا كوي تمن جير ايان اها مركا سو وخييري انتا وخي كدنبيه وحان غودا غلا ان ان حفظيه كتبتي وكيع يا عبد الله المبارك كتبتي سي مسند كي سي يا كتاب الزهد يسق او ليه هي يا كتبتي لميدكا اها ان ان حفظيه وخي ورن امامك رحمه الله تعالى عليه لحيه 10 سنه مركا انجيري كتبتا ايدا وا دمهيه كتبتاسي هو حفظيه بير هدي أنا حفظيه وان صوب حي وحن حفظيه أو كل لحية تبنصر انت انجري كتبتي أهل الرأي لأن ميشا إمام الشافعي إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه وكل شيء وحيدتك حيستين مذهب الحنفية ذا مذهب أهل الحنفية أي أهايين حنفية ذا مذهب كذا حيستين وحي ركوة مذهب كذا نوان حفظيه wuxuu yiri 16 sano markaan jiray ayaan soo baxnay aniga iyo walaalkay Axmed iyo hooyaday inaanu soo xajinno makaanu nimid waanu xajinnay Madiina la sii maray
haddii madiina la sii marayo ayaan walaalkay waxaan ku iro hooyo sii kaxee adiga anigana طaalibalcilmi baan u fadhiistay طaalibalcilmi ayaan u fadhiistay meesha ayada halkaa inta uu fadhiyo kutub badan buu qori doonaa sheekh raxmat ullaahi tacaala calayh shuyuukh aada u tiro badan ayuu leeyahay imaam albukhaari xayaatadiisa wax la koobi karana ma aha محمد بن حاتم ابن أبي حاتم الوراق وكو الرمي وحيري وحن مغلي إمام البخاري وأرانيا دخلت بلخ ما قال هذا بلخ لن يرادو أفغانستان بكتا الله هد حدود إيراني أفغانستان هل كاسي سيقردو ذا يدولك حدود أفغانستان بكجرتا بلخ بان تقيبو يري رحمة الله تعالى عليه ما قال علميات بأهيد وعلمة أسو هرتان وعلمة تغان وعلمة يكون نوشاهي بلخ بان تقيبو يري فسألوني أن أملي عليهم لكل من سمعت بحديث لكل من كتبت عنه حديثا وحي ويديستين إن أن أييريو كو الباء وشيخ أهون حديث كم مغلي هل حديث وكم إذا أن أييريو معنى علماء ذي نو الباء وكم إذا هل حديث إن أن أييريو هبل حديث كاسان كم مغلي هبل حديث كاسان كم مغلي هبل حديث كاسان كم مغلي وحي كقرين إن كبضن وأي جارسيين كن شيخ إن أولي كن يزياد آيا رحمة الله تعالى عليه سيد أوت المام أيو سيد أوران كن شيخ كبضن بان كم مغلي علماء ذي دي وصن كم دهين إلا صاحب حديث مد والبابا كل قدنا وحي أوران الإيمان يزيد وينقص إيمانك وزيادة ونقصان تا معنى هذا وحويان وعلماء وحي أهين أهل السنة والجماعة عقيدة ذي سلف الصالح حيسته أي أهين انتونا لمن انكهر لباب بلو ديسوك وكوه رميان وحي أرانا إمام البخاري كن إيا سيديتا شيخ أيام وحكم غلي وسن كجر قف مبتدعة لما انتو دعيهين رق علماء أهل الحديثة لكن رق انتا دان مغضى سنانة رجو حجري أدو الدأوين وألقي بصدي حتى شيوخ ذيسي أحمد بن حنبل شيوخ ذيسي باكمتا وكذا أوين أحمد بن حنبل وحود الشيء بقولي اللحذن يسقال هجري ذي إسلامك معناها مركو إمام مش أحمد إمام البخاري دلنا إياه أحمد بن حنبل هو سدن جري ويان ونوين سدن سنو جرا هذا مع ذلك شيخ بي وذاقان سيد أبو عاصم النبي النكل أورنجري ضحاك بن مخلد بن ضحاك رحمة الله تعالى لي وعكم إذا أبو النعيم فضل بن الدكين باكم إذا الأنصاري باكم إذا عبيد الله بن موسى باكم إلى غير ذلك علماء بدن أو حجرت الشيوخ ذي سوه ولو ذاك سنة يو أي مذا يقع ولي برقى سنة أي كم مغلين رقى تابعين تها سيدا درت إذا إمام البخاري وحلي أي كتاب كي زمر كديب الله قول الله صحيح البخاري قا يكو الله مذكا ثلاثيات وحلقوا مقعابه نوع كم من أنواع الأحاديث علماء تقسيم تيوسميان ثلاثيات وحويان بين الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سد حقف كلية أول حياة وشيخ يستابعك يسحابك بس رقصوا كانوا كوريا ثلاثيات كيسونا وكبذيهن ثلاثياتك إمام مسلم ترمذي النسائي أبو داود ابن ماجه وكبذيهن ما دام وكدا وينا حي لا يغو حي لا ندونا لا بقلي وحي كدم بي سو وحو دشو بقلي لحي سغاشن هجريه دي اسلامك سيده درت هذا امام البخاري رحمه الله تعالى عليه مركو غاري 18 سنه ارض الحجاز يسوغو جوغا مغالده مدينه جوغا ايو وحو قري كتاب كيسا التاريخ الكبير التاريخ الكبير isagoo oranaya waan allifay kitaabka isaga magaalada madiina habeenka dayxu ay cadceeda yani habeenka dayxu u yahay layali muqammara habeenka dayxu u yahay u buuxsamo ee dayxu iftiinka yahay ayaan qoray bu oranaya waxaan ku qoray masjidka nabiga sallallahu alayhi كتابك إسقى وأسديد يتبين جري إمام البخاري رحمة الله تعالى اللي هي تبنص نكب الله تقريبا وحي كدم بي أسديد يتبنص نكب ما يستري وحكو قرن إن كبدا أفري يتبن كن ومن الصحابة إلى عصر جيسيا أفري يتبن كن أوقف وترجمته ذو ماشي أو كينيو قف والباء
وسوكو بيا ترجمه يسي شيخيسي عند وحكه ورسي انت بو اوكينيو اي شيء كم داهون هدي اجرو تاريخ ذا الى علماء دي زمن كيسي جوجه اي فهمي واين نظام كو قرا كتاب كيسا امام البخاري رحمه الله تعالى عليه ولي و خورنايي كتاب كان اسغا وان سو غابيي حدي ان الف لها قف كم اذا مجري اورني 14 كن الا مد والبا ترجمتي سو كامله وان قري كريا لكن وحن كعري كتابك انه يقول دهراده هو مسافر هبين ضيح ابو حسمي وعداها اي قريه ليال المقمره ومساجد النبي صلوات الله والسلام عليه عمره سوى 18 جير 14 كن او قف ومن الصحابه كسو بالله الى اي عصر جيسيه اي دوشه كهيا وقول لي هي مد والبابا وان كبقنا يا ترجمه دي سينا يقول ديرات موياني كل تاريخ ضد انقري كريا تلو هدو دمستري الله انتين نقول لها مرك عبد الله بن الظاهر نيكي الاورنجري اي امير اهواجيسي اسحاق بن الرهوي الرجل لمتك اي كتاب التاريخ ضو كينين وحي راهدين الا نوريك ميانا كنتو سينين وح سحر معناها سيدو الف وح العجيبه هي الغريبه إلى يومنا هذا نوى كتاب أي علماء ذو كفى إذا استان وكتاب متداول بين العلماء علماء ذو إسلام كي يسرد الديبان سيدي يتوانسنو نجري مركو قريه رحمة الله تعالى عليه وحكو قرينا وحيا هاي هبين ما هين حتى مالين كلي مالين من هين هبين بان قريب أرنا ليالي المقمرة هبين كعددة مجر مقع كم إذا إلا وله قصة أفريت وانك أكون مقع كم إذا مجر مقع يضاسي إلا قصة دير وتاريخ دي سأوان هيا لكن كرهت تطويل الكتاب وحن نعي كتاب كينو يقول له هراضو مرك كتابك هو كتاب تاريخ تاريخ الكبير بلو يقالنا لكن هو مختصر عند الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه مختصر ويان مرك سوحي ورني يرانتي سيمركو كور رمي انتو ننصوبحين وحان لفدي سنجري فوق هذا ولينك اصحاب الراي قالوا يا قانو مركاسا مالين معلومه كميدا ايا ميد كميدا رغي ماشي جوغا وخي يغو يير مخاد قرتي ساكي وحان كو يرو يير لبا انا اولي جيدا لبا حديث مركاسي يغو قسلين وير نين اوداي اها يو ماشي فديي با وخي يير لعل اناد كو قسليسان لكن وخا لغا يابا زبنك هدو الهي عمر سيو إن أي لحظة إن لو بهذا إن كان يسقى نعم سيدي يتوبان كان سنة مركب وجراء كتاب التاريخ وقريه معروف بوكاها أرض الحجاز إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه لبضع سنة وجوريس لحي توان سنة كسو حجي سيدي يتوبان سنة ومر يا مركو ألف في كتابك ولا جاي قاني أرض الحجاز أو حكوا قد دليل القصة وسوء أرورين إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه إلا ويدينه وحورنا دخلت على الحميدي عبد الله بن عيسى بن إرادة حميدي وأرضي إمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه هي سفيان سفيان بن عيينة أدبو لازم سفيان بن عيينة وحال إرادة أفرت سنة أي أرضي يؤها سفيان بن عيينة أرضي أمرك سفيان بن عيينة ويان إمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه وحورنا دخلت على الحميدي حميدي بان أصوه قال أنا قو سيدة ديو طبان سنجرة يضو أي إساق أي ننكلا إسكو هستان مسألة إسكو اختلافين حديثكي مركو حميدي أركي أنا قا أيو حيري قد جاء من يفصل بيننا وحيميد كي إنك لا صاري لها إقرتنا قلي لها حميدي وحل لكم مئضيال واوين إمام الشافعي وأرضي النغضي وحو أرضي النغضي سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة ونفتيس الشيخ أهاب إمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه وأنك قول لي إمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز هدينا أهين مالك يا سفيان لذهب علم حجاز حجاز علمي قدر لن وتقله سفيان بن عيينة أي أرضي النغضي وإن تاسو سنة لازمة إلى أحفظي حديث سفيان وحي أورنج ريبا لا يرى هذا أرضي سفيان بن عيينة مركي وي ماذا قال الشيخ شيخ ما أنتم محيدين سويري
حديثك أي حديثك أي حديثك أمرك يراهذان سندك سدا يا سدا يا سدا كان ما يدين شيء ما يقدر صدا كان ما يدين شيء ما يقدر صدا أنا قاعد أحفظ النه وراء أحفظ النه معناه هو من أوثق الناس في رواية بروايته عن سفيان بن عيينة أيوح لي أي قد جاء من يفصل بيننا وحنو يمد كي إنك لصار له إمام البخاري وحير هدان لقيستي لبضوذي قرت وحن أحب ميسف إنك الأورنج حميدي رحمة الله تعالى عليه إمام الشافعي إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه وحي علماء أصوف الليستين أو وح لقح فيذي أو أرضي ذو أي وح كق أورنجرين يسوا أنا نقرن لهين الميرة أحكوا قد دليل قصة دي وسوا أروريني أبو بكر من الأعين أبو بكر من الأعين وأني وين أضيع حتى لو قلت ريا إلى شيوخ الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه وحي ورني قد كتبنا عن الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه على باب محمد بن يوسف الفريابي محمد بن يوسف الفريابي وشيخ الإمام البخاري وأرضي سفيان الثوري وياني سونا وضيئة الباب كيسان لفرنا بخاري بأن وحك قرينا مع ذلك إسوغو آن اللهين وحقر إن بهيراته وحقر إسوغو آن اللهين أيان وحك قريني أن قرن كريزا قف مركون أن قر لهين أنت دعدي سعيتهاي أذ بيو يرتهي معني وحورنا إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه مركو كور رمي صابت كنتين وألي في كتاب كيس الصحيحة هرتي وحال أورنجري سيد إمام الشافعي وورنا أصح كتاب بعد كتاب الله وحال أورنجري موطأ إمام مالك زمن نبا سيد الأورنجري إمام مالك مركو موطأ اللي في إلى اللي قصه قاري صحيح البخاري أنتو ألي فيه وأنا صحيح بها هيد وركا محايا لي كتبتي اللي ألي فيه واقع وحا أقص حسنا كتابك موطأ إمام مالك رحمة الله تعالى عليه لكن إمام البخاري مركو يمت أيوح ورنا يمالين مال مها كمدا أن نغفر لنا الباب كإسحاق بن راهوي أرضي ذو أي فرديان إسحاق بن راهوي نوح الله يوم أي قار أصحابتين كم إذا وحي راهذين أصحابتين مركو لي هاي أهل الحديث بقول جيدا قار أصحابتين كم إذا وحي راهذين لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هديئات كل من لهذين كتاب قابا وصحيحة وكور رمي النبي عليه الصلاة والسلام سنوين كيسي إمام البخاري وحيري فوقع في قلبي أرنتي هذا هيد با قلبي جيجي يقدا دكتي إلهي با سبحانه وتعالى كو إلهاميي قلبي جيسي با يقدا دكتي إنو سميهو أرنتي هذا هيدو استاغو رحمة الله تعالى عليه مركز وحي أرني فجمعت في هذا الكتاب كتاب كان إساغا أبان كل ميي كتاب كان وحي أغم قعدري الجامع المسند المختصر من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه وكتاب كي مسند كاها صحيحة كاها مختصر كاها قابنا كوبي سنوين كالنبي عليه الصلاة والسلام إيما المهيسي كوبي ويان ما قعنو عصوك لا يشيخ وقال في رحمة الله تعالى عليه وإن كان ليس كسو قابي أولو يقان صحيح البخاري كتاب قائسة أمركو ألفين شيخ رحمة الله تعالى عليه مالين إيا لبها بين تونكمون ألفين سيدة تاريخ لعكرة لكن كتاب قاسي وحو جمعين إيا مدقار إيسا لح إيا طبان سنو سيدو شاقي سببا وحير ما سببتا كنتي محي أهيد وحي أهيد إن أكفكرو حديث كان أقريو إنت طريق أكسو عروري سيدو سحو إيهي وحاصو إذا إنو قادار لغا شيخ رحمة الله تعالى عليه إمامك إنو قادار لغا أي إسكو ديهي إنتا كليكو مقاب سنينين سيدر لوايضها أي تلمام إيهان إمام البخاري نفهانتي سؤو الشيقي حديث كمد أمجر صحيح البخاري إلا إنتو كعو قبيستو أي الله برق عضو سنة أنتو كني رحمة الله تعالى عليه الدين اللي يرى هذا كتابك هلا صو قابيو إلا سدح كونو حديث ويان مع مطول كي سمرك اللي يرهدنا إلى تضبكون وحديث ويان مع المكرر كي سمرك الله تضبكون وحديث ومدي با مدكي بالله برق عدود لتكذا إمي سين نقون إسا إمي سويا نسكول فتادا
ومد والبنى اللوقة بيستيها دكور وشكرا لله جل وعلا إيئن إلهي وافجيه سبحانه وتعالى وفعلا وحي إلهي كبريين إلهي وافجيه جل وعلا مرك إمام قوحي ورني رحمة الله تعالى عليه إنت وحن كسو صعي لحب قل أو كن وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى لحب قل أو كن وحديث أو حفظ سيئة هاي أو كل قد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنت يرؤ شيخ كسو صعي مقع أسييب أنا كنت سين عيسى الجامع الصحيح المسند المختصر وأهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه مختصر ويان وأن شيء جامعه لحظة بقول كن أرنب جمعنا يا حديث والبوء كم إذا أهنا وأكعي وقبيسنا يواتكني سيد العلماء ذو تلماميان وحين أراني ما أدخلت في هذا الكتاب إلا ما صح كتاب كان يسقى ما أنا نقدر إلا وحي صح نقضيمه وتركت الصحاح أحاديث بدن الصحاح أهنا وانكتقي بأراني كي لا يطول الكتاب سيورا كتاب كي يقول ديران إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه سيد العلماء ذكر الله ميت كاهيد وحو سمين جري رحلات رحلات كعلمك قفك هدو أرضي يا هي بلدك أو كنو لي هي علماء كنو الوحى أي علم حنبارسيين إنو كوي لي ويان ثم بعد ذلك إنو صفره لأن علمك الله صفره بركة ليه بركة ذنا وحكم إذا إنه إلهي كسيه سبحانه وتعالى علم بدن إلا صفره علماء وصفر جرين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين يجوا ولي بدأ يربي سفرين إمام البخاري حتى إنه كل جذا جرنه لحية طبنس وكوي مد أرض حجاز حج سوء هذه ثم بعد ذلك طلب العلم مثل ذلك إمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه لحية طبنس ومركو جري من بغداد إلى صنعاء عبد الرزاق الصنعاني أبو بكر الهمام ابن الهمام هل كاسو أسفر تجي إمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه كوي تمسر أمرك جري من مكة إلى مدينة المنورة لأن محايا لمكة علم جيد ورنوا ويلي مسلم ابن إبراهيم الزنجي نكي لورن جري مسلم شيخ إساها علم جيسي وحفظي سفيان بن عيينة علم جيسي وحفظي وهكذا من العلماء ثم بعد ذلك موطأ يحفظي وحي أصفر إلى مالك بن أنس كوي تمسن وجري رحمة الله تعالى عليه وهكذا علماء يا أهاين إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه أنت ميلود وأصفري وحلك وبكريماه هذين بغداد نقل لهيد هذين نقل لهيد حجاز وأهمكية مدينة هذين نقل لهيد كوفة هذين نقل لهيد بصرة هذين شام نقل لهيد هذين يمن نقل لهيد هذين نقل لهيد مصر وخاصة مصر وقالي شيخ رحمة الله تعالى عليه أنت بواتقي وحورنا يا سيداد مربا انتقي بغداده أن لكل مي أحمد بن حنبل وأن حسوس تابو أورنا يا إريقي يقدم بي أن مركا أنه كالتقي النوحي يقول يري أبا عبد الله ما وحد كتقي سا بغداد إيا أن ضد كمية كتقي سا علماء ها ووحد آذي سا خراسان خراسان مية آذي سا لأن بغداد وحي آهيد مدينة العلم علماء ظهرنا ويكون لنا إن بدن علماء كم إذا هلك سالوس علم تجي جري وحكوت المامة يا مدينة السلام دار السلام بالأورنجر مدينة السلام كتابك واللي في خطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه وكل جمعنا كل عالم دخل بغداد عالم والباء وسوق لي مقالة بغداد إلى زمن كيسيبو كينا يا شيخ رحمة الله تعالى عليه وحكب حسديبا إسكير وإن كان ابن النجار وقداش الضمبي يسقون اللي ماذا الزيادات وقدر إلى يزبن كيسية لكن إمام خطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه وحيسكو الضياء قف والبو عالم أصوغ لي مقالة سئن تاريخ ذي سيقره ولذلك إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه ترجم أدولر أي خطيب البغدادي كوكينيا في كتابي تاريخ بغداد وحكينا يا إمام بن عساكر في كتابي تاريخ دمشق وحكينا يا الرقبضن إمام البخاري مركا وحورنا يسداد مربا تجي بغداده أن كل مي أحمد بن حنبل شيخ مركا رحمة الله تعالى عليه وحد قرن يسأين الله كل مي
أحمد بن حنبل بل وكوريا في صحيحه سيد بعض العلماء قبان علماء ذي سمرك الله قوى الرمية شيوخ إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه والله قلت لي أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه ونصيد الصحة أهويا مركا إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه وحي ورانا يي مالين مال مها كميدا يا وحا ورانا يا حاشد بن إسماعيل يا وحي يري وحا دعي مقالة بصراء ضد كذين يسوي مادين وي دعي جرتي عالم من العلماء وحي النقضي مشهورة لأن أولا وحا علماء بدن يكون رؤيوذين إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه قاركود أي ليهن وحانو أرقني إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه النبي قام كل رياضي صلوات الله وسلامه عليه سوى سعنية إمام البخاري نقول لقت لقيا مال الله لم يشر لقت كقاضي النبي صلوات الله وسلامه عليه وحي ليهن تاسي وحي تسيني سا إنو حديث كالنبي حفظينا يا صلوات الله وسلامه عليه إساقنا فأنتي سا وحي رني وحان كل رياضي إساقوا يرويان أنقوا مروحة هيا والنبي عليه الصلاة والسلام بابنا يا باب سكيويان النبي بابنا يا صلوات الله وسلامه عليه رجع برجل الرؤية ذا مركان أوي ديانا وحيقوي راهدين تذب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كالنبي قد كله رقوفي دونتا وكله شانلين دونتا وفعلا تي إلهي ونبو كالنقى سبحانه وتعالى حاشد بن إسماعيل با مركو وحي أراني إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه أرضي بان وضاهين علم ذا أي نوة ذا تقي جرني أنقو مركي جوقنا مقالة ذا بصرة لي راهدو إساقو نوية هاي دالين يرو أي أنو علم ذا علمي كقري جرني ما أنت تنبع يا وحى أنو كنري ورأذيك كتابنا ما هي ستيد مركا دادكو وحقوري أنا وحقوري ما يسيد محاكو قد عاي حنان ويان رقي أرضي ذا وضعها أي نقيساها وحبي قرانا يان إمام البخاري لكن محبي قوري ما يماشو إسكفر لي أسو ما يشوف فرنيا وحيو مقرية مركاسا كن يربي يريك كأنما إني يريسان أيان وإليهن معقول ماها هذا حفظين الله يدحي معقول ما حي لو حل مريا إلا يشن يتوبن كن أو حديث شن يتوبن كن أو حديث مركا نقول ليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقب بالله بما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لقب بالله بيه إيوح الله قصب بالله بيه وسند ويان حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مركز على الشيخية هل كي حديث بواحد لقيا با شن لح تضبط سديد إسناد إن الله كهنا كلنا أولي هاي هل متن أوكلية إن أي وحي سيدا يسرد حقالان سورة قل ماها مركز قفك وكو عذكتها سكستو أمدح مسكح في عيني هاي وكو عذكتها حاشد بن إسماعيل وحي الإمام البخاري بأنه خبصني markaas aanu ku neer suurta galma maalintii dambe wuxuu yiri wariidanku waa iga badiseen warkane balkaalaya iga dhageysta 15 kun oo xadiis weeyaan waanu ka dhageysanay wuxuu yiri hal xadiisna muunan hormarin mana dib marinin sidee ahayd buu keenay 15 kun xadiis waxay nagu noqotay wuxuu yiri waxa inta ka dambeeyay inaanu kutubteena intaanu qaadanaan dhahno wixii iyaga ka shakiyaan in waxba la qoriyo sheekhu inta waa hadlaya aan waxaanu ka shakinaan raano horti sheekhu muxuu yiri bal noogu celi isagana marka uu ku celiyo xifdigiisi wuxuu oranayay imaam al-bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi waxa dhici jirtay xadiis aan basra ku maqlay inaan shaam ku qoro mid aan shaam ku maqlayna inaan masar markaan marayo qoro oo macnaheedu ay tahay basra iyo shaam aad bay u kala fog yihiin xadiiskii basra uu ku maqlay markuu safarkiisa dhameystirtay uu tagay shaam ee uu dego ayu quriya xadiisku shaam ku maqlayna markuu shaam ka soo baxo ee uu yimaado masar ee uu dego ayu quriya ayu diwaan gelinaya ana xifdiga inta lagu qaban karo maxay tahay imaam al-bukhari shafi'i rahmatullahi ta'ala alayh shay gariib ah wiyan marka ilahi uu siiyay subhanahu wa ta'ala wuxuu oranayay yusuf ibn musa رحمة الله تعالى عليه أنه جوغنا بصرة مساجد كيدي جامعها أي وحا رواقي مثل رواقية سوء أرنا يا أهل العلم يا أهل الحديث وحي من محمد بن إسماعيل قفك علم دون أهو إمو سيدا صار لقول رواقي
وحيروان رادين يعني يركله مسوابنن لن يرى وشاب مركز نوصف نستوى حان ويديس النبي يرينو حديث النبي عليه الصلاة والسلام نو أخريه موعد بو نسيه ما دام وما لنتا سفر كسو قلي بري هل يسيه ماذا سعدا مركي اللي يسيه ميد بو حكوير أهل البصرة وحد إيو ويديستين إنا إذن كغور رمى حديث النبي عليه الصلاة والسلام لكن أهل بلد كينا حديث كوذيبان إذن كغور رمى أهل البصرة حديث كوذيبان إذن كغور رمى مركز وحو نوق ذا قليب أرني إنو أرني قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة بلديكم نك ري بلد كنا هاويا قال حدثنا أبي عن شعبة عن منصور وغيره عن سالم بن أبي الجعد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بين نسائه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عربيا إليه فسأله فقال الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم حديثك يا هويا أنت مع أن أحببت اللي قلنا هاي مركز ضمبه إمام البخاري مركز رحمة الله تعالى عليه حديث كان قصده وقد لي هاي وحويان ريب بصرة حديث كان شعبة وريب بصرة ويان منك اللي يراهضه منصور سيدا سليك حديث كان ما هيستان سندك من يقنن أسانيد أين أقول نن وصحيحة أهل بلد كوذينا أي أويري إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه سند كان أويريا كوكل أويريا كوكل أويريا إلا أي لا عجبين ولا غريب سدين غريب ما هي إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه مثل ذلك أي قصة ميان رقبضا إلى أي أرنيين إمام ابن عدي رحمة الله تعالى عليه ترجمة دي سمرك سواء رورينا يي مشايخ ذي ذي إن بضان أو حن كم غليب أرانا يي يقو أرانا يا إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه أي بغداد تقي بغداد إنتو أسي سعودي أي الله مغلي واللوسي ديار قروبي رقي فوق هذا علماء ذاها ماشي جوغي وحلي إمام البخاري ما انتهى الامتحان امتحان كلا امتحان يوام محي نو والبا طبعاً قف أو أي واحد لودي بمد والبا أو كم ده طبعاً حديث طبعاً كحديث أسانيد هي متنجو اسمها سنة كي هي متنجا اسمها هو كلا دوينين هذي كلا دوينين مد والبا وجوني دي سويا إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه ولا سود ويا إن لا امتحانه حتى عامدي وأديار جروبين إني دقي استانبل نكن للي هي بخاري إلى للي هي وحافظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدنا لامتحان أيه وما تقولن بقى وحيكون نقطية بشيء أي آدي أدوج على إستانين أركان إمام البخاري مو أقع إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه وعلى سوره ويه ماشي الله قلت له قال للفريسي هدي للفريسي ولا سوره ويه ولا يسوع هران الله بلامي رجك له كيكو واد باكعي رحمة الله تعالى عليه أيو كد الأخري قال حدثنا فلان ابن فلان عن فلان ابن فلان عن فلان ابن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا رسولك عليه الصلاة والسلام حديث كي اللباد كي سدحات كي أفراد إمام الشافعي إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه مدوى البوح أرني لا أعرف مركو الشيخ وحي أرني لا أعرف لا أعرف لا أعرف تذكر عمدها وحي رادن ونك المحل الله البخاري حديث النبي وهيا صلوات الله وسلام عليه عبو قرن ماي علماء دين وحي فهمين انو فهمي امام الشافعي امام البخاري رحمه الله تعالى عليه معناها هي قصد كدنبيه امتحان كان انو يهي وحن وح لوو تلقري انو فهمي بي اوغادين هدي كي كواد ودمهي وا اسك فديستي كي لباد با سو كعي وا دمهي وا فديستي كي سدحات با سو كعي وا دمهي وا فديستي كي تبنات با دمهي وا فديستي إمام الشافعي إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه هديت بنكو ذي لما يستين كي كواد بو كجي استوح ورني أما أنت حديث كي كواد الشيكتي سيدا يا سيدا يا سيدا ساتري معها إيوا سيدا يا سيدا يا سيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبن كي أوشيغي أي سيدا يهيد وكعليه كي لباد بو كجي استي طبن كي أوشيغي بي سيدا يهيد وكعليه
كي سدحات إلى يكي تبنات بقول كي حديث سيدي بوكوك العليي حافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه في فتح الباري مقدمة مركو كور رميه وحورنا يا ليس الغريب وحان لي أبا يقوم معها إنه صحة إيا خلط ككل أغادم حيلا وإمام من الأئمة وإمام أهل الحديث ويان أمير المؤمنين في الحديث ويان إيقو معها غريب بأرنا يا رنتا لكن وحا غريب إيقو أه وان لي أبانا هاي طبان كودي نوال بحديث كيسي سيدي أكله الرئيان إنه أكل صحة هدنا بل هدو قف كعو اسكرلاف عيد كله طبان قف هدي هالكن ككعان ومد والبقو أبترسدو isaga magaciisa iyo aabihi awugi uu ku sheego oo kana kaco sidaas ilaa kana kaco kana kaco kana kaco ma ku celin kareysa sideedii way waa nagu adagtay fa kayfa xadiith rasuulillaahi sallallaahu alayhi wasallam midkiiba 10 xadiith uu sheegayo midkiiba uu isnaadinayo fulaan oo ka warinayo fulaanin aan fulaanin aan fulaanin aan rasuulillaahi sallallaahu alayhi wasallam ummatniga xadiithki la sheegayo imaam shaah bukhari rahmatullaahi ta'aala alayhi kii hor inta ugu jeestay boo waliba طبعاً كي حديث أخلت كها سيد الصواب كهيد وقع لي حديث والبا كي كوا سيدا ساتيري سيدا سواها كي لوا ساتيري سا سواها كي سيدا حس ساتيري سيدا سواها صحة إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه كتب بذن بلية هي وألفي وعكم إذا خلق أفعال العباد معتزلة يوحي لما إذا مر كي صواب حين أيوحي ألف كتاب كيسا خلق أفعال العباد قدرية دي يا معتزلة دي يكو الله متكاورن وكون ردين هي وحا اللي في كتب سعاد ترابضا وقول نصرين يا مذهب أهل الحديث كسيد حق أنا وكنت المامية قولين كأهل الرأي قا إلا يرى هذا حنفي دي يساقنا حرقو فعاد وبذن بعد حمرتي رحمة الله تعالى علي كتب اللي في باجرتي وحكم دها رفع اليدين في الصلاة وإمام البخاري هو اللي في رحمة الله تعالى عليه صلاة إن قعمها كر لوقا ذو أفرتع وقتي وآه مركز صلاة الحيران أيو مركز الركوع أيو مركز الركوع ذا اللي قصه كر نغضو إيا مركز التحيات كان لحي اللي استاغو الله أكبر إن لي راضو حي لمذهب الحنفية يقو حي قبان هل مر أكل يويان وأنا مركز صلاة الحيرتو وهكذا تاو حالم إداه القراءة خلف الإمام وحلم يدأه كتب بدن النوع سكر والشيخ اللي في تاريخ الوسطى بولية هاي تاريخ الصغير بولية هاي وهكذا كتب أدو ترى بدن بولية الشيخ رحمة الله تعالى عليه نول الأدو دير بيا هيد مرك الشيخ رحمة الله تعالى عليه وحورنا يي حابين وقتي سو أيام يرى فكري ويري وحن كف فكري بالأرضي ذي أنس بن مالك صحابي جليل كا أرضي ذي سي إن عن فيريو إمي سيد النايان ساعد كليه وحا يقول صور دعيب ورنية إن كبدا سدح بقل وأرضي وأنس بن مالك قول لي إمام بخاري رحمة الله تعالى عليه وحو النغضي إمام مشهورة إلى مركي الدنباء علماء ذي سوء إساق يكو انتفاعان وحو ورنية رحمة الله تعالى عليه ما قدمت على أحد إلا كان انتفاعه علي أكثر من انتفاعه به ما ننؤتقن عالم من العلماء إلا انتفاع أنيق ويقو انتفاع سنيو فإذو أنيق كفى إذي سنيو أي كبضا أنت أنيق سيق كفى إذي سنيو نعم حي لي سيق وحورني رحمة الله تعالى عليه ما استصغرت نفسي عند أحد إلا علي بن المديني علي بن عبد الله بن جعفر المديني ويا نفط إذا ما أنا يريسنين إلا مركان هورفر ليستي علي بن عبد الله بن جعفر المديني مويان علي بن المديني في لورنجري ومع ذلك يسقنا ربما كنت أغرب عليه وحد عجر سي مرق أركض شيء غريب أنا ولا إماضه أحاديث سن مغلين أسانيدي رجال سن مغلين أنا دع عجر سي مرق أركض وهي كنت سنة يسا إنه إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه جاوز القنطرة مرك وأردا في رجيزة بن كيساها أو حكوك الدليل أمالين مالمها كم إذا عبد الله بن يوسف نيكلو محمد بن يوسف الفربري نيكلو الفرياب نيكلو أورنجري حي الفربري يسا أرضي يسويا فرياب نو الشيخ يسويا فرياب نيكلو أورنجري أنه وفرد النبو يري مجلس كيسا أي حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيغي ووحي أرنيي حدثنا سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد بغسل واحد أرضي ذو أول فهمي وهي كن يذا الرقاء يقع وهو أيو أبي عروة عن أبي الخطاب
ويعيري أبو عروانة وان فهمي أو سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه عدة وكوضه أبو عروانة وحويان منصور أبو الخطاب كنا وحويان نك الله يراهضه قتادة بن دعامة السدوسي أنس بن مالك كورينيا سداسنا ويلي جريب ويري سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه لبي اللحظة سنمر كجري ويا هي تاريخ ذنا إسلام كنا مركا أيضا الله بقول يا كنتن يا أفر بن رجينا يا تقريبا سدح يا تمن عشا كرنا بشي الله بقول يا كنتن يا اللحظة هي تجري ذي إسلامك هبين الله أفر يو هبين كعيدة هي بشي رمضان أي دماتي إلا أركي صلاة عشاء لتكن أيو يا إلهي نفتك قاضي سبحانه وتعالى قصة دير بين هاي ترنتي أباهن نفتر كذا وقت لن قصة كانتي إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه قريب امتحان بها هاي يساقي يرح مرتينين لأورنجري محمد بن يحيى الذهلي محمد بن يحيى الذهلي ومن رجال الحديث وحان الله قلت ريا حتى من شيوخه نوعها رجع قرانتي ساهويا حتى من شيوخه بها الله قلت ريا رحمة الله تعالى عليه قصة دير النويان وأنا قصة كانت إمام مسلم رحمة الله تعالى عليه إنوسا محمد بن يحيى لنا أحبك ورنين في صحيحه إنوسا إساقنا أحبك قورنين إمام البخاري عرضين ذي سؤال بيؤتر بذيهن مسلم من حجاج من مسلم القشير النيسابوري باكم إذا صاحب الصحيح إمام دار قطني أقول لي هاي لولا البخاري لما جاء ولا راح مسلم إمام البخاري هدونا نهين لما بأركين إمام مسلم رحمة الله تعالى عليه وهكم إذا إمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي بن الصورة الترمذي صاحب السنن وحكم ذا ابن أبي الدنيا وحكم ذا ننك لا يراهضو أبي حاتم الرازي محمد بن إدريس إيا غير كذا رج أجلاء علماء يا كم ذا إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه وحكوا أسنية هي مقالة ذا بخارة وكل شيء أيكوا أسنية هي مقالة لو كي رأس الرئيس وقدروا سنبو كل انتي والله سوق هذا ميت كيسي هل كسر لقوا أسي قصدنا وحين قذك لكرنماها وقتك بعد ماضي إن شاء الله ولعل زمنك لي وقتك الهدي إلهي نسيه سبحانه وتعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا الفاضل خير الجزاء الله سبحانه وتعالى وشيخ وغبرنا إنه ميزانك حسنات توصر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم نجنا ونبلغ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه